السوشيال ميديا حاجة كويسة، لكن لما بتشوف حاجة في إيدك وتلمسها بيبقى الموضوع مختلف تماما عن إنك تشوفها على السوشيال ميديا. عملت لمحمد صلاح صورة شخصية مكونة من 11,000 قطعة، استخدمت فيها تقريبا الألوان الخشبية حطيتها أونلاين، هي فعلا انتشرت. بعت له حتى على رسائل الخاص لما ما شافهاش أكيد، لأنه هو بيجي له مسجز كتير جدا. كلهم حاجات خطيرة، كمان لما عرفت المجهود اللي هم عملوه عشان خاطر تتبعت لي، وكل أقدر أقوله لهم إن أنا هبعت لكم حاجة بسيطة أتمنى إن هي برضه تعجبكم إن شاء الله. مساء الخير. واو، مرضية صلاح؟ واو. That's real. This is real.